وسياسيا بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي. هذا المطلب كان قد تقدم به الى الاتحاد الاوروبي قبل اسابيع عندما بدات وتيره الحديث من قبل تقارير الاستخبارات الامريكيه عن احتمال وجود غزو. كان هنالك الحاح من قبل اوكرانيا للانضمام الى حلف الناتو، لكن يبدو ان هذا المطلب بالنسبه الى اوكرانيا تراجع. فبات الحديث في الاونه الاخيره خلال الاسبوعين الاخيرين يدور هنا في كواليس السياسه بين السياسيين الاوكرانيين عن ضروره الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، كون الاتحاد الاوروبي سيضمن عمليا سيضمن عمليا حماية نوعا ما اقتصاديا على الأقل وسياسيا لأوكرانيا. وبالتالي كان هنالك أيضا تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية منذ يومين بأن أوكرانيا أنجزت ما عليها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الآن كان هنالك اليوم أيضا تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية جديد أورسولا فون دير لاين بأننا نريد أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن هنالك ربما شيء يدور بالكواليس بين أوكرانيا والاتحاد لتسريع الخطى نحو هذا الانضمام، وبالتالي أن تكون أوكرانيا قد انضمت بالفعل إلى المنظومة الغربية، منظومة الاتحاد الأوروبي، ما قد يوفر لها حماية نوعا ما أمام على الأقل على المستوى السياسي أو المباحثات في مواجهة روسيا خلال الفترة المقبلة. ماذا عن الوضع الميداني سلام في عموم أوكرانيا وتحديدا العاصمة كييف؟ نعم، هنالك بطبيعة الحال هجوم كان على العاصمة كييف، كان في ساعات المساء يوم أمس كان هنالك حديث عن أن الساعات 24 المقبلة هي ساعات أهم، هنالك ضغط على العاصمة، هنالك فوج من القوات الروسية يتقدم. كان الحديث قبل ساعات بأنه أصبح على مسافة 40 كيلو مترا عن العاصمة كييف. مخفت وتيرة الهجوم عمليا خلال الساعات الماضية من قبل الجيش الروسي، هذا ما رده سببان عمليا بحسب ما تقوله الصحف الأوكرانية. الأول أن هنالك مباحثات عند الحدود مع بيلاروسيا، والثاني هو أن القوات الروسية التي وصلت إلى محيط العاصمة كييف عمليا نفذت نوعا ما الذخائر لديها، وبالتالي باتت قدرتها على شن هجوم أكبر بعد حصارها مدينة كييف. العاصمة كييف باتت أقل، وبالتالي هنالك على الأقل انتظار إما لما ستؤول إليه نتائج المباحثات اليوم، أو على الأقل حتى لما إلى أن تصل القوات الروسية الدفعة الجديدة من القوات الروسية التي ستزج عمليا في حصار العاصمة كييف ومحاولة دخولها خلال الساعات القليلة المقبلة. وربما في إطار ما تتحدث عن المحادثات، نعم سلام، الآن هناك خبر عاجل عن وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول أوكراني: مسؤولون روس وأوكرانيون اختتموا محادثات السلام وسيعودون إلى عاصمتيهما للتشاور قبل جولة محادثات جديدة. تفضل سلام. نعم، أيضا كان هنالك حديث عن أن الانفصاليين جنوب أوكرانيا عند أقليم الدنباس عمليا سيطروا على 20 بلدة جديدة. وهنا يجب التنويه أنه لكل أن الجنوب بالنسبة أو تلك أقليم الدنباس بالنسبة لأوكرانيا كان نوعا ما شبه ساقط عسكريا، لأن هنالك قوات أو الدعم الكبير للسيطرة على هذا الأقليم كانت قوات كبيرة قد تدخلت سواء من الانفصاليين أو من الجيش الروسي. ولكن أي مدينة أخرى كخاركيف، ماريوبول أو العاصمة كييف، كان هنالك دائما محاولات للدخول الى وسط العاصمه الى وسط المدن، ولكن الجيش الروسي لم يستطيع بحسب وزاره الدفاع وبياناتها المتتاليه لم يستطيع السيطره على مركز اي مدينه. نعم. عمليا عسكريا كان هنالك معارك كر وفر بين الطرفين، هنالك خسائر بحوالي 5000 جندي على حد ما نشرته وزاره الدفاع، حوالي 29 طائره مقاتله، 29 مروحيه، وايضا عشرات الدبابات، بمعنى ان هنالك تكبيد للخسائر. وزير الخارجيه ايضا كان قد قال بأن على الروس المغادرة أحياء بدلا من أن يغادروا في نعوشهم، بمعنى أن هنالك أيضا حرب إعلامية تشن على القوات الروسية أو على الداخل الروسي على الأقل، باعتبار الحديث المتكرر ونشر الفيديوهات من قبل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والخارجية على حساباتها في تويتر وفيسبوك. هنالك محاولة نشر لفيديوهات عن أسرى يتحدثون عن وضعهم وعن كيفية أنهم لم يكونوا على علم بأنه هنالك خطة لغزو لدخول أو اقتحام أوكرانيا خلال ساعات بحسب ما كان مخطط. كان علمهم فقط يقومون بمناورات عسكرية. حازم، ابقى معنا.